حاول المرور الى عدي في الجانب الايمن اندريو، لكن ايضا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ماجد الغامدي تواجد في المكان المناسب. يبحث بهيئها ممتد تسد. الله الله الى خارج الملعب بعد خليفه صاروخيه ابدع فيها الغامدي ايضا من جديد، والعارضه تبدأ إلى خارج الملعب ركلة زاوية. شوف خليفة صاروخية هنا يا ماجد يا الغامدي صاحب الرقم 44.